أصبحت قوات التحالف العربي المشاركة مكشوفة لقوات الحوثيين. خلونا بعد إذن حضراتكم نسمع بودنا الاثنين مش بودن واحدة شاهد العيان قال إيه، وبعدين نرجع نكمل الكلام. كشف شاهد عيان لبوابة العين الإخبارية عن معلومات سرية خطيرة تؤكد دورا قطريا في عملية استهدفت قوات التحالف في مأرب وعدن بين عامي 2015 و2016، وكانت ضحيتها أكثر من 45 جنديا إماراتيا وآخرين من السعودية والبحرين. استهداف القوات الإماراتية بصاروخ باليستي من قبل جماعة الحوثي الانقلابية وجماعة عفاش كان بتوجيه من شخص عميل وخائن من داخل أوساط من داخل المعسكر نفسه، بدليل أن القوات الإماراتية والتحالف كانوا يتناولون وجبة الإفطار وبجانبهم أو على مقربة منهم في مترات قوات التجمع اليمني للإصلاح بقيادة علي محسن الأحمر والمغدشين. لم يتم استهدافهم طبعا، تم استهداف القوات الإماراتية. نتج عن هذا الاستهداف استشهاد أكثر من 45 جندي إماراتي. قطر كانت لها اليد الطولة في هكذا تزويد معلومات لجماعة الحوثي الانقلابية وجماعة عفاش. الشاهد الوحيد والمتواجد في أحد الدول الآسيوية للعلاج قال أيضا إن مخابرات قطر قدمت المعلومات لأذرعها من الجماعات الإرهابية.